بيكاسو المغرب الذي يخرص بشخبطات أقدامه كل الأفواه، تراه كما لو أنه أمام لوحة بيضاء شاسعة وسط الملعب. شخبطات أقدامه تبهج وتمتع، وقد تمسح دموع المتباكين أيضا، تماما كما حدث في احتفاليته بهدفه الجميل في مرمى تنزانيا. عندما يكون في حالته الطبيعية يخرس الأفواه، وإذا فتحت فمن أجل نطق عبارات الثناء كما حدث مع لويس إنريكي في مونديال قطر. وعز الدين أناحي، بيكاسو المغرب الذي تلقى أول جرعات عشق المسديرة في حي ليلة مريم بالدار البيضاء في سن 5 قبل أن ينضم للفئات الصغرى للرجاء الرياضي. ولأنه موهوب فوق العادة، احتضنته أكاديمية محمد السادس 3 سنوات قبل ولوج عالم الاحتراف في فرنسا. تدرج من أندية الدرجة الثالثة حتى وصل اليوم إلى أولمبيك مارسيليا، حيث يجذب إليه اهتمام الأندية من المحيط إلى الخليج. أناحي الذي قد يكون استدعاؤه للمنتخب الأول من الأشياء النادرة التي يمتن بها المغاربة لخالي لوزيتش، مر أخيرا من مطبات أخيرة أثرت على نفسيته، بداية من تأثير الإصابة وصولا إلى فقدان رفيق الدرب اللاعب الراحل أسامة فلوح. لكن ولأنه بارع في المراوغات، استطاع تجاوز المحنة بأفضل طريقة ممكنة بهدف مرسوم ساهم به في فوز الأسود على تنزانيا، ليعلن انبعاث أناحي المونديال في كوت ديفوار من جديد.